كلامي للمراهق المقبل على الحياة العابر حاليا في درب كل مرينا فيه، درب غني بالتجارب والذكريات الجميلة والمؤلمة، لكنها كلها جزء من دروس العمر. فهمك للطريقة اللي يعمل فيها دماغك بيساعدك انك انت تستفيد من الشجاعة اللي عندك بخوض تجارب جديدة. أكثر من 500 متطوع شاركوا معنا في هذا الموسم ونفذوا أكثر من 30 مشروع تطوعي مختلف في مجالات مختلفة في دول مختلفة، لنثبت يوما بعد يوم أن الشباب فيهم إحسان. الإرادة والعزيمة تصنع المستحيل وتحطم الحواجز والقيود. أول قنوات الفضائية ما كان في محتوى يعبر عن الشباب، فمن هنا طلعت فكرة تويتر. وعلى مستوى الإعلام نحتاج إلى إعلام إيجابي، إعلام مؤثر، إعلام ينقل قضايانا وتطلعاتنا وطموحاتنا كشباب عربي. هذا ما نحتاج. متحدين نقف، متفرقين نسقط. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه في المستقبل أمانة بيدكم، وأبنائنا يشوفونكم قدوة، واليوم مسؤوليتكم صناعة الأمل للأجيال القادمة. هذا أقل شيء نقدمه لأوطاننا ورد الجميل.